اليوم واقفه هنايا لانني تعرضت لان طرد اقتصادي اللي هو متغالي في الطرد تعسفي. كما كتشوف هذا الطرد 176 ديال الناس تعرضوا ليه الوغ من جات كورونا هذه بالضبط اليوم عام باش جميع الحدود ديال العالم كله كانوا سدوا طيران كامل، لان كما عرفتي ان كورونا جات على جميع الخطوط ماشي غير الخطوط الملكيه المغربيه ولكن كاع الخطوط الجويه باشمالها. فشهر 8 شهر 9 بداو كيرجعوا لي فول، حنا ما رجعناش، كنعيطوا نسولوا علاش ما رجعناش علاش ما رجعناش، ما عرفتش ما عرفتش. شهر 9 23 شهر 9 كتصل بنا شركه خطوط اطلس ملتي سيرفيس كيقولوا لنا اجيو عافاكم راه عندنا شي حاجه كتخصكم خصنا نقولوها لكم. ملي كنتوجهوا لاطلس ملتي سيرفيس كيعطونا واحد الوريقه صغيره تيقولنا قيدوا فيها هذا لو مونطون هذا، راه لا غاما بقاش بغاتكم ولكن بلون سوسيال ودابا كنطلبوا منكم تمشوا الاميابل. لما مشيوش الاميابل غتردوا تعرضوا للطرد اقتصادي اللي غينقصوا لكم فيه 25%. بقينا كنشوفوا مع النقابه ديالنا اللي ما يمكنش واحد عنده 13 عام وعنده كليدي ديال الدار كليدي ديال الطوموبيل واحد داز عائلته واحد ولادي مراد، راه كما كتشوف راه الناس ديباسينا 35 عام. جا شهر جوج وصلنا ايفيكتيفمون طرد اقتصادي، يعني داكشي اللي كنا كنقولوا حنايا وصلوه للاداره ما وصلش، حتى حاجه ما وصلت. وهذا الطرد الاقتصادي من جا لقينا بان المبلغ اللي تبروبوز علينا في الاول نقص 70% من المبلغ، يعني واش انت ديجا ما قبلتيش على المبلغ الاولاني وغتقبل على المبلغ دابا ناقص 70%؟ شنو غادي دير ليك؟ واش غتخلص لك لي تريت ولا غتعيشك ولا غتوكلك ولا غتشربك ولا غتعيش والديك ولا ما يمكنش؟ وحنا هاد الخدمه كنبغيوها 13 عام وحنا فيها، حنا كنطلبوا حنا دابا من مدير الخطوط الملكيه المغربيه الجوية انه يفتح معنا الحوار، وكنقولوا له حنا مستعدين اننا نضحيو بتضحيات يا نخدموا صاليغ بصاليغ صاليغ فيكس يا نديروا دي كونجي سونسول كيما بروبوزيتي الجداد اللي عندهم عامين. ما يمكنش الناس اللي عندهم عامين تبروبوزو عليهم كونجي سونسول وحنا لا، وحنا باغي نرجعوا لخدمتنا وحنا كنبغيو هاد الخطوط الملكيه المغربيه وكورونا عليك وعليا وما تضر لا انت لا انايا، فتح معنا الحوار وحنا مستعدين نديروا تضحيات من اجل هذا الخطوط الملكيه المغربيه لان كنبغيو شريكتنا وباغي نرجعوا لخدمتنا. يا امير المؤمنين اجي تشوف الماضي فين، يا امير المؤمنين اجي تشوف الماضي فين. حنايا اليوم هنايا متواجدين بسبب واحد الطرد ماشي تعسفي ولكن ما طرد غير مفهوم، واحد الطرد اللي ما راعاش القوانين المغربيه وما ماخذاش القانون المغربي بعين الاعتبار، بحال تعلى عليه. هاد الناس هادو تيطالبوا بحاجه وحده وهو تطبيق القانون. حنا دابا كاينين هنا شي 80 واحد وعاد كاينين الاخرين في مدن اخرى اللي ما قدروش يجيو، حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه من غير تطبيق القانون. هاد الناس هادو حنايا كنا معاهم مزيانين، صيفطنا لهم صيفطنا المندوبي الاجراء في الاول قلنا لهم اشنو خاصي اشنو حنا راه قادرين نتعاونوا مع الشركه باش دوز من هاد الازمه. مندوبي الاجراء ما وصلوش الهضره ديالنا ما وصلتش. فاش جينا دابا باش نحلوا باب الحوار مع الشركه ما بغاتش تحل معنا باب الحوار، وقالت لكم خاص تمشيو للقضاء المغربي راه حنا رابحين. حنا تنثقوا في القضاء المغربي وتنعرفوا بانه نزيه، وان شاء الله الا مشينا ليه الا ما حلوش معنا باب الحوار غنمشيو للقضاء المغربي عارفين وغينصفنا. بالنسبه للوكا ديالي انا 11 عام في شركه الخطوط الملكيه المغربيه كمضيف، بعد عشيشين وضحاها كنتفاجئ بقرار ديال الطرد ديالي، الطرد اللي ما تخدش فيه اي معايير ما خدت فيه حتى شي حاجه، ما احترموا حتى شي لا اونسيانتي لا لا كارير ديالي دوزت مع هاد الشركه. هاد القرار هذا بيان سور عنده تبعات، كيف ما اي واحد كيف ما بزاف ديال لي كوليك ديالي عندي مسؤوليات كبار، مثلا الكريدي ديال الدار الكريدي ديال الطوموبيل باش كنعاونوا العائلات ديالنا. القرار تخاد بين كما قلت بين عشيشين وضحاها، حاولنا نفتحوا باب الحوار مع الشركه، درنا صيفطنا اليوم لي سي جوستيس باش نفتحوا باب الحوار، كنتفاجئوا ما صيفطونا حتى شي واحد. حاولنا عاوتاني نديروا وقفات واحتجاجات، هاد الناس ما بالعربيه كما كيقولوا المغاربه ما تسوقوش لينا.
احنا مازال كنوقفوا كنحاولوا انهم يفتحوا مازال بالحوار معنا باش نعرفوا شنو كاين، باش نعرفوا واش غنرجعوا خدامينا ولا غنكتفيوا بهذا القدر ديال الفلوس اللي عطاونا ديال صوت شوكونت اللي ما كيمثل حتى شي حتى القدر ديال النص ديال الاعوام اللي ضربنا معاهم.